صباح الخير واهلا بكل مشاهدينا، يوم جديد مع حضراتكم ومصر جميله. النهارده انا لوحدي، ياسر مش موجود، سافر الحج ان شاء الله يروح ويرجع بالف سلامه وربنا يتقبل، وبنتمنى يا رب كل السلامه لكل الحجيج اللي بيأدوا الفريضه المقدسه، وهي رحله جميله جدا ربنا يوعدنا ويوعد حضراتكم بيها. النهارده عندنا مجموعه من الحاجات اللي عايزين نتكلم عليها. امبارح السيد الرئيس طبعا التقى مع مجموعه من الشباب في جامعه قناه السويس، وده كان لقاء مع شباب الجامعات، والحقيقه انه اللقاء كان مهم جدا جدا جدا، وفي نفس الوقت كان مليء بالرسائل سواء للشباب او للمجتمع. بصراحه اهم حاجه انا توقفت عندها انه السيد الرئيس اشار انه التعليم لازم يكون ليه أولوية كبيرة جدا، وأشار بتجربة سنغافورة في التقدم، وإن إحنا ممكن إحنا نتقدم بشكل كبير في فترة بسيطة قوي لو اهتمينا بالعلم بشكل أساسي، وطالب إن الجامعات المصرية تبقى ضمن التصنيف العالمي، وسأل طبعا إحنا الرانك بتاعنا إيه، وطالب من رؤساء الجامعات وأساتذة الجامعات إن هما يبذلوا مزيد من الجهد بعد طبعا ما قدم لهم الشكر على الجهد اللي بيبذلوه مع الطلاب، وقال لهم إن الطلاب دول أمانة في رقبتكم، والطلاب دول طبعا هم شباب المستقبل وهم رجال وسيدات المستقبل بإذن الله. اللقاء ابتدى بتواجد السيد الرئيس في جامعة قناة السويس، مجموعة كبيرة جدا من الشباب. كمان من الحاجات في بداية اللقاء دعا مجموعة من الشباب والأساتذة ان هم يكونوا معاه على المنصة الرئيسية او على المسرح، وهو بيلقي الخطاب بتاعه وهو بيكلم الشباب وكل المجتمع المصري. من التحليلات بقى اللي قريناها ان كتير جدا من الساده المواطنين بيطمنوا لما بيسمعوا السيد الرئيس وهو بيتكلم، بيحسوا برسائل تطمين، بيحسوا بانه احنا عايزين ده. وبناء على كده كمان اتقال انه اللقاء الشهري ما بين السيد الرئيس والجمهور، الخطاب اللي بيوجهه كل شهر ان شاء الله هيرجع مره ثانيه في القريب العاجل. اهم حاجه عايزه اقول عليها انه السيد الرئيس اطلق برنامج رئاسي لتاهيل الشباب للقيادة، وده بتمويل من صندوق تحيا مصر عفوا، وهيكون في 2500 شاب وفتاة، وده كمرحلة أولى، وطبعا ده مهم جدا علشان يؤهلوا ان هم يكونوا القادة في المستقبل بإذن الله. البرنامج ده هيستمر لمدة 8 شهور، كل فترة هياخدوا شباب جديدة لغاية لما يخلصوا المرحلة الأولى اللي بتشمل 2500 طالب وطالبة، وإن شاء الله بإذن الله ده يتعمم بشكل كبير في السنوات القادمة لأن دي هي التجربة الأولى. السيد الرئيس قال للشباب أنتم جيل لم ولن ينكسر، والدولة جادة في تمكين الشباب، وده واضح جدا طبعا في خلال الفترة الحالية. وقال كمان أشار أنه لا مجال للفساد في فترة حكمه، وجه التحية للمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق وأعضاء وزارته على المجهود الكبير اللي يعني قاموا ببذله. في نفس الوقت قال أنه العمل العام مسؤولية كبيرة جدا، ولازم كلنا أن احنا نضحي بشكل كبير. طالب السادة المواطنين أن هم يبقى عندهم حسن اختيار لمرشحينهم في البرلمان القادم أو مجلس النواب، وقال انتوا لازم تختاروا يعني من يمثلكم بشكل جيد، وهو ما عندوش ولا قائمه ولا اشخاص ان هو يدعمهم. اكد ان الدوله جاده في تمليك وتمتلك اراده حقيقيه لتمكين الشباب بالمشاركه السياسيه والمجتمعيه، وطالب الشباب بالقيام بثوره علم واخلاق من اجل بناء الدوله، وده طبعا جزء هام جدا جدا جدا. أكد أن المشاريع القومية الكبرى اللي هتنطلق إن شاء الله في المرحلة القريبة الشباب هيكون ليه دور كبير جدا فيها، وده طبعا مش هيحصل غير لما الشباب يأهل نفسه بالعلم وأيضا بالتثقيف السياسي والاجتماعي. وجه التحية لشهداء الجيش والشرطة اللي بيواجهوا الإرهاب الأسود، تحدث عن عملية حق الشهيد، وجه التحية كمان للشباب اللي قاموا بمجهود جبار في حفر قناة السويس خلال سنة، وده طبعا الحلم اللي كلنا يعني كنا بنحلم بيه وفعلا شفناه بيتحقق على أرض الواقع. أكد أنه حسن الاختيار في تمثيل الشعب في البرلمان دي مرحلة مهمة جدا، وكلنا هنكون شركاء في بناء المستقبل وبناء الوطن في المرحلة الحالية والمرحلة المستقبلية. طالب السيدات والفتيات ان هم يقوموا بدورهم وينزلوا يختاروا كمان في البرلمان، واكد على دورهم الاجتماعي الهام جدا لانه طبعا المرأة نص المجتمع. دي كانت اهم الاشياء اللي تحدث عليها السيد الرئيس من خلال اللقاء. اتكلم طبعا قال انه ما فيش مجال انه في عصر يبقى فيه فساد، اتكلم على زيادة الاسعار، وقال انه ما ينفعش ابدا الناس ان هي تستغل الفتره الحاليه بما معناه الكلام طبعا.
واكد انه الاعلام كمان